السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وجمعتكم مباركة إن شاء الله، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، النفط مقابل المرتبات، مفاوضات جديدة في مسقط، وإلى التفاصيل. تبحث مفاوضات جديدة في مسقط بين صنعاء والرياض ملف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين. وقالت مصادر مطلعة إن المفاوضات التي تجري بوسادة عمانية تبحث إعادة تصدير النفط الخام وصرف مرتبات الموظفين. وأضافت المصادر أن صنعاء أبدت استعدادها للسماح بتصدير النفط مقابل توزيع عوائدها على صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014. أوضحت المصادر أن المفاوضات تجري حول الآليات التنفيذية الخاصة بذلك والتي تحوي الكثير من التفاصيل. وأضافت أن هذه الخطوة ستكون مقدمة لبحث توحيد العملة والعمل المصرفي في اليمن. وكانت مصادر قد كشفت عن توصل حكومة صنعاء والسعودية إلى اتفاق جديد بين الطرفين. وقالت المصادر إن صنعاء والرياض اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية وفق خارطة الطريق وفي مقدمتها مرتبات الموظفين. وجاء الاتفاق الجديد حول القضايا الاقتصادية عقب أيام من توصل حكومة صنعاء والسعودية إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل شركة الطيران اليمنية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.